بالفعل هو مو غريب يعني على الأحزاب السياسية، العديد من عندها تمارس هذا العمل، يعني خصوصا عندما تقترب الانتخابات. احنا على مقربة من الانتخابات النيابية بالشهر العاشر، يعني باقي تقريبا 5 أشهر أو أكثر بقليل. أنا أعتقد أنه التفجير على صلة أو ذو صلة بما حصل في أربيل. تعرف حضرتك في الصواريخ اللي استهدفت مطار أربيل أيضا هي عمل مدان، عمل إرهابي، وهذا التفجير اليوم اللي حصل بالحبيبية أيضا هو عمل إرهابي. لكن ما يحدث بصراحة عندما تجمعه تجد كل ما الأعمال التي تحدث، الأعمال اللانظامية، الأعمال الإرهابية، هي تنتمي بشكل وبآخر لقوى اللا دولة، ويصدف أن هذه القوى اللا دولة تقريبا متحالفة فيما بين. يعني أنا أفهم من عندك الجهة، يعني ما يخرجون للناس شيء استنكارات وبيانات وما يضمرونه شيء، وما يضمرونه ويجلسون على طاولة حوار واحدة وتحالفاتهم ما زالت مستمرة. بالنتيجة يعني يريدون أن يوصلوا للناس أو يعيدوا للناس العزف على الوتر القديم اللي هو الطائفي أو القومي، يعني العربي الكردي أو السني الشيعي، وهذا ممكن تلمسه حتى في تصريحاتهم. احنا ممكن